بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة، ويا رب تكونوا سمعتوا المحاضرتين اللي قبل كده. أنا أشكركم على البوزيتيف فيدباك اللي خدته من بعضكم على الفيسبوك. يا رب تكونوا فعلا تستفادوا إن شاء الله من الكورس. طبعا نفكركم بسرعة كده ان احنا المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا بسرعة عن الاناتومي بتاع الهارت، اتكلمنا عن الكوندكتيف سيستم اوف ذا هارت، اتكلمنا عن الكاردياك سايكل، وعملنا ريفيو لبعض الحاجات اللي هي ممكن تساعدنا لما نيجي ان شاء الله نبدأ نخش في الافكت اوف اكسرسايز والافكت اوف تريننج والاكسرسايز كونديشننج اللي هو صميم الكورس بتاعنا. بس من غير المقدمة اللي احنا بنعملها في المحاضرات الاولانية هيبقى الاستيعاب بعد كده بيبقى صعب جدا. ان انا الحمد لله رب العالمين عايزكم يعني في الكورس ده نطلع باعلى درجة من الفهم، وليس مجرد ان احنا بس هنذاكر نقاط معينة ونمتحن فيها وخلاص، لا طبعا، لان المفروض الدرجة اللي انتوا هتاخدوها للدي بي تي يعني هي قائمة على ان الواحد يبقى واخد دكتوراه اكلينيكية، فاهم، يقف على رجليه في العيادة، يقف على رجليه في المستشفى بتاعته، يبقى فاهم. وخصوصا الكورس ده جميل جدا لو انتوا اشتغلتوا في مجال التأهيل او اشتغلتوا في مجال التخسيس او ملاعب طبعا، لانه مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نعمل اكسرسايز، وامتى اعمل ايروبيك وامتى اعمل انيروبيك، ولو انا عايز اعمل ويت ريدكشن ايه الحاجات اللي ممكن تفيدني كاكسرسايز، بالاضافه طبعا للنيو تولز اللي احنا بنستخدمها او الناس بتستخدمها في العيادات دلوقتي. فالمحاضره الثالثه النهارده ان شاء الله هتكون عن الريسبيريشن. خلينا يعني نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ريسبيريشن ديورنج ريست اند اكسرسايز. طبعا احنا اتفقنا ليه اتكلمنا فتره او محاضرتين عن القلب، ودلوقتي بنتكلم عن الريسبيريشن. افكركم تاني اللي انا قلته في اول محاضره ان ماسكولوسكليتال تريننج او ماسكولوسكليتال كونديشننج اكسرسايز من غير كارديوبالمونري سيستم ويل فيت عمري ما اقدر اوصل لماسكولوس تريننج ماسكولوسكليتال كونديشننج لونج تيرم افكت من الاكسرسايز. فبالتالي انا عايز اعرف ازاي الكارديوبالمونري سيستم بيرسبونس ديورنج الاكسرسايز، علشان بناء على الريسبونس اللي بيحصل في الهارت واللنج انا بقدر افهم حاجات كتيره جدا على مستوى الماسكولوسكليتال سيستم. فخلينا نتكلم كده نقول ايه يعني ايه ريسبيريشن بالمعنى البسيط كده، يعني خلينا نفصص كده زي ما انتوا اتعودتوا في المحاضرتين اللي فاتوا، حاول نفهم شويه. يعني الناس فاكره ان الريسبيريشن هو مجرد ان انا اخد نفس واخرج نفس، لا طبعا، كلمه ريسبيريشن معناه ان البروسيس باي ويتش ذا اوكسجين از يوزد باي ذا ليفينج سيل فور اكسيديشن اوف ذا اورجانيك سبستانس. كل ليفينج سيلز ان اور بودي زي ليفر سيلز، زي ماسل سيلز، زي المايوكارديوم ماسل سيل اتسيلف، زي الاي سيلز، زي كل كيدني سيلز، البون سيلز، كل الخلايا الحيه اللي في جسمنا هي محتاجه اكسجين علشان تقدر تعمل اكسيديشن للنيوتريشن اللي موجوده جوه الخلايا، وبالتالي احصل على انرجي انف ان الخليه دي تقوم بوظيفها. فلحد لما دخل الاكسجين من الشارع من الاتموسفير لحد لما الخلايا الجسم المختلفه تاخد الاكسجين ده وتستفاد بيه، ده بدا اسمه ريسبيريشن. لكن هو مش مجرد زي ما احنا هنشوف دلوقتي الفنتليشن ده جزء من الريسبيريشن. يبقى ادي تعريف بسيط اهو ممكن يجي لك في الامتحان. يبقى تي ذا بروسيس باي ويتش the oxygen is used and utilized by different living cell in our body to be used for oxidation of the organic substance. تمام كده يا شباب؟
حلو. ومن هنا بقى نبدأ نفهم يبقى أهمية الريسبيراتوري سيستم والكاردياك سيستم ايه في الاكسرسايز فيسيولوجي، ان هو اللي هيدخل لنا الطاقة، هو اللي هيدخل لنا الاكسجين، هو اللي هيدخل لي البنزين بتاع العربية، وهو الاكسجين اللي هيوصل لكل خلية. ويهمنا في الاكسرسايز فيسيولوجي الماسل سيل، السكليتال سيلز، وهكذا. طيب يبقى البروسيس اوف ريسبيريشن بتتقسم لايه؟ خلي بالكم من الرسمه اللي طلعت قدامكم دلوقتي دي، هستخدمها كتير وهشرحها لكم بالتفصيل. طبعا هي شكلها معقد شويه، دايما كتير ما كانتش بتشرح كويس، او ممكن ما تشرحش خالص في الاندر جراديوت، وبقى كتير مننا ومنكم مش فاهمين بالظبط ايه اللي بيحصل في الريسبيريشن، مش قادر اتخيله. فانا هحاول بقدر الامكان خلال المحاضره دي ان انا اخليك تتخيل. فيا ريت كلنا كده ناخد ايه نفس حلو كده، ونكون موضبين نسكافيه ونقعد لورا كده ونمخمخ عشان نفهم. لو انت دماغك مش رايقه ما تسمعش المحاضره، خلاص استنى لما تبقى رايق علشان تقدر تركز معايا. زي ما قلنا قبل كده ان عدم التواصل بيني وبينكم كلايف، يعني بحاول ان انا اعوضه شويه في التسجيل. فخلي بالك من الرسمه دي، هنتكلم عليها بعد كده. يبقى نحفظ مع بعض او بعد ما نفهم طبعا ان الـ process of respiration is divided into one external respiration، وهنشرح بالتفصيل بعد كده، transport of oxygen and carbon dioxide by the blood and then internal respiration. كل واحدة من دي ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل. وخلي بالكم من الرسمة دي زي ما قلت لكم هنتكلم عليها. يبقى عندي 3 main component for respiratory system او respiration, a process of respiration: external respiration and then transport of oxygen and carbon dioxide by the blood and then internal respiration. هناخد واحدة واحدة منهم بقى كده، نكمل السلايد اللي فات. ايه هي الاكسترنال ريسبيريشن؟ الاكسترنال ريسبيريشن بيحصل على مستوى اللنج. طب ده عبارة عن ايه؟ خلينا بنركز، احنا بنشرح في التلاتة كومبوننت بتوع البروسيس اوف ريسبيريشن: اكسترنال، ترانسبورت، اند انترنال. خدنا نمرة واحد فيهم اللي هي الاكسترنال. طيب عبارة عن 3 سب كومبوننت اللي هم ايه؟ بالمونري فنتيليشن اللي احنا طول عمرنا بندرسها، بشوف بناخد جزء صغير جدا من الريسبيريشن واحنا فاكرين ان هو ده الريسبيريشن، اللي هو مجرد الجاز اكتشينج بتوين الاتموسفيريك اير اند ذا اير بريزنت انسايد ذا لانج. يعني مجرد فنتيليشن، يعني اللي هو دخول وخروج النفس. لما بتصحى الصبح كده والدتك او انت وتقول انا افتح الشباك عشان اعمل ايه؟ اعمل فنتيليشن، اعمل تهويه، اعمل ايريشن، علشان الجود اير تو انتر فروم ذا اوتسايد اتموسفير اند باد اير جيت اوت اوف يور روم. صح كده؟ يبقى انا بالمونري فنتيليشن هنا مجرد ان انا الغاز الاكسجين كربون دايوكسيد طبعا على الهواء يدخل من اتموسفيريك اير من الشارع، يدخل جوه اللنج او يخرج بره اللنج، ده اسمه بالمونري فنتيليشن. طيب مال ايه البالمونري ريسبيريشن؟ طب الاكسجين اللي دخل جوه اللنج ده يا شباب، هنشرح دلوقتي في الرسمه اللي بعدها. الاكسجين اللي دخل جوه اللنج في المرحله الاولانيه بتاعت البالمونري فنتيليشن، هو انا عايزه يدخل بحد الالفيولاي اللي هي الاند ستيج اوف ريسبيراتوري تراكت ويطلع تاني وخلاص وبعدين ده اخرتها يعني؟ لا، ده انا دي الخلايا الحيه اللي في جسمي كلها رايح لها كابيلر ورايح لها بلد، يبقى لازم الاكسجين اللي موجود في الشارع ده يوصل لكل خلية حية موجودة في الجسم. يبقى البالمونري فنتيليشن هي اول خطوة، وهي الانترنس اوف اير او انترنس اوف اكسجين فروم ذا اتموسفيريك اير اوتسايد يور بودي جاست يور لانج. طب وبعدين البالمونري ريسبيريشن الخطوة التانية ان يحصل تبادل غازات، يحصل تبادل للاسره. دايما تبادل الاسره بيحصل ما بين ايه؟ ما بين حاجه وحاجه مختلفه، ما بين ارض وارض تانية، مش كده؟ ما بين بلد وبلد تانية. يبقى الجاز اكتشينج اللي هي المرحله التانية هي will occur between ايه؟ between الالفيولار اير اند الفينس بلاد. حلو كده؟ في الحاله دي يبقى الاكسجين اللي انا خدته في الانسبيريشن هيدخل ايه البالمونري فينز في الهارت، والكربون دكسيد اللي القلب جمعه من الديفرنت بودي سيلز كويست برودكت هيبدا يخرج في الاكسبيريشن. يبقى انا عملت ايه؟ تبادل اسرع، عملت تبادل للغاز ما بين اللنج وما بين الهارت اللي هو البلد. يبقى تاني خطوه اسمها ايه يا شباب معايا؟ بالمونري ريسبيريشن، هو الجاز اكتشينج بتوين الالفيولار اير اند فينس بلد.
تاني الفينوس بلاد هنا اللي جاي من الهارت، هشرحها تاني بعد كده في الرسمة. الفينوس بلاد اللي هو جاي من الهارت في صورة البلمونري ارتري يا شباب محمل بالكربون دايوكسيد، هيبدأ يتخلص من الكربون دايوكسيد بتاعته ويسلمها على الحدود عشان تخش جوه الالفيولاي، حلو كده، وياخد من الايه من الالفيولاي الاكسجين عشان تخش القلب تاني وتوصل للجسم في صورة البالمونري فينز الفور بالمونري فينز. عايز افكركم ان البالمونري ارتري اللي هو طالع من الرايت فينتريكل الارتري الوحيد اللي جسم اللي في الجسم اللي فيه ايه اللي فيه ان اكسجينيتد بلاد. طب ليه سميناه ارتري؟ لانه طالع من الايه من الرايت فينتريكل، يبقى هو ارتري بس فيه ان اوكسجينيتد بلاد، فيه فينوس بلاد. طيب والفور بالمونري فينز يا شباب اللي موجوده في الرايت اتريوم اللي قلناها في اول محاضره اللي هم جايين من اللنج، هم الفور بالمونري فينز هم الفينز الوحيده اللي في الجسم اللي فيها ايه فيها اوكسجينيتد بلاد. يعني ممكن سؤال كده في من سأربح المليون اهو، ايه الارتري الوحيد اللي في الجسم اللي بيشيل فينوس بلاد؟ هو البالمونري ارتري. طب ايه الفينز اللي في الجسم الوحيده اللي بتشيل اوكسجينيتد بلاد او ارتيريال بلاد؟ هي الفور بالمونري فينز، حلو كده. يبقى في المرحله الثانيه هنا بتاعت البالمونري ريسبيريشن حصل جاز اكتشينجز بتوين البلاد او الهارت وما بين اللنج، كده يبقى انا الاكسجين اللي انا اتنفسته من الشارع في الخطوه الاولانيه في البالمونري فنتيليشن نقلته للدم في المرحله الثانيه اللي هي الايه الريسبيريشن البلمونري ريسبيريشن. طيب ثالث خطوه، خلي بالكم ما تهنجوش معايا، ثالث خطوه فين؟ في الاكسترنال ريسبيريشن في العنوان الكبير اللي فوق، اللي هو اول خطوه فين؟ في الريسبيريشن. معايا يا شباب كده؟ انا بقى ايه بجمع ايه الافكار تاني معايا. بلمونري برفيوجن، ايه هو البلمونري برفيوجن؟ انت عارفين طبعا، هتيجي في الرسمه اللي بعديها، خلينا نجيبها لكم كده. لا لسه، خلوني شويه، خلينا معاكم هنا الاول وبعدين نرجع تاني. فالبلمونري برفيوجن يا شباب ركزوا معايا كده، فاكرين لما قلنا البلمونري ارتري بيطلع منين؟ بيطلع من الرايت فينتريكل، بيروح فين؟ يروح لللنج، يتقسم اتنين ليفت بلمونري ارتري ورايت بلمونري ارتري عشان يروح فين؟ الليفت لنج والرايت لنج. طب هيروح يعمل ايه في اللنج يا شباب؟ هيروح يعمل شبكه حوالين الالفيولاي، جميل كده. طيب يبقى البلاد سبلاي اللي رايح من الرايت فينتريكل او البلاد اللي رايح من الرايت فينتريكل عن طريق البلمونري ارتري ورايح يغزو اللنج ويلف حوالين الالفيولاي في صوره كابيلاري، ده بيسموه برفيوجن. طب بالله عليك، ولو البلاد اللي رايح ده مش كافي، هل يبقى لما يتحمل بالاكسجين هيبقى حاجه كويسه؟ لا طبعا، ما هو مش هيتحمل باكسجين كافي، وفي نفس الوقت مش هتخلص من كربون دايوكسيد كافي، لان اماونت اوف ذا بلاد اللي رايحه لللنج عن طريق البلمونري ارتري كانت قليله، اهو ده بيسموه الايه البرفيوجن. يعني خلينا اديكم اكزامبل حلو كده. انا مثلا لا مؤاخذه يعني بنطلع من البيت زباله كتير، طيب حلو كده. طيب عدد مرات اللي الزبال بيجي فيها في الاسبوع ده اقول عليه برفيوجن، بيعدي عليه عشان ياخد الايه الزباله. طب لو العدد المرات دي قلت، هل هقدر انا اتخلص من الزباله؟ لا. يبقى بالظبط كده، لو البرفيوجن لو البلاد اللي رايح من البلمونري ارتري رايح لللنج قليل، يبقى بالتالي مش هقدر ان انا اسحب اكسجين كويس من الاتموسفيريك اير ولا اتخلص من كربون دايوكسيد كويس فين؟ من الفينوس بلاد. اتهيألي يعني الحمد لله رب العالمين ما كانش بتشرح لكم بالايه بالطريقه دي في الاندر جراديوات، يعني ممكن تاخد تمر على الحاجات بسرعه، ممكن تحفظها بس ما تبقاش فاهمها قوي. فهنا فهمنا دلوقتي ان الاكسترنال ريسبيريشن عباره عن 3 بروسيس، بالمونري فنتيليشن هو دخول وخروج الهواء في اللنج، بالمونري ريسبيريشن تبادل الاسرى، حلو كده، بعدين بالمونري برفيوجن يعني البلاد اللي رايح من الرايت فينتريكل لللنج يلف حواليها لازم ايه يكون كافي علشان يقدر يحصل الجاز اكتشينج ده كويس. طيب خلينا خدوا بالكم العنوان فوق ايه، اكسترنال ريسبيريشن نمره واحد. هنيجي هنا نمرة اتنين، قلناها ايه؟ transport of oxygen and carbon dioxide by the blood. المرحلة الأولانية يا شباب بتاعت الاكسترنال ريسبيريشن وصلنا في نهايتها لإيه؟ وصلنا في نهايتها إن الأكسجين وصل من الأتموسفيريك إير لين للبلاد، حلو كده؟
علشان بقى البلاد يتنقل لحد الخلايا الحية بتاع جسمنا كلنا، بقى ده اسمه ترانسبورت اوف اكسجين اند كاربون دايوكسيد. يبقى ده عبارة عن ايه؟ ان الاكسجين is carried from the lung to the tissue to be utilized and carbon dioxide is carried from the tissue to the lung to be expired. يبقى الخطوة التانية من الريسبيريشن هي مجرد ترانسبورتيشن، عن طريق مين؟ عن طريق البلاد. البلاد بينقل الاكسجين وبينقل الكربون دايوكسيد. حلو كده، بياخد الاكسجين يوديه التشو، وبياخد الكربون دايوكسيد اللي طالع من التشو عشان يوديه لللنج تاني، عشان كده بيسموها الايه؟ الترانسبورت. طب الانترنال ريسبيريشن دي بتحصل فين يا شباب بقى؟ يبقى دي نمره ثلاثه. ها نراجع مع بعض تاني كده. يبقى البروسيس اوف نورمال ريسبيريشن عباره عن 3 مين كومبوننت، اكسترنال ريسبيريشن وشرحناها فيها ثلاثه نقط، ثلاثه بوينت، وبعدين نمرة اتنين الترانسبورت اوف اكسجين وكربون دايوكسيد باي ذا بلاد، ونمرة تلاتة الانترنال ريسبيريشن. مين اسمها؟ انترنال ريسبيريشن اللي بتحصل ات ذا ليفل اوف ذا تيشو سيلز. طيب دي بتتكون من ايه يا شباب؟ فاكرين الجاز اكتشينج اللي حصل على مدار الالفيولاي؟ هنا الجاز اكتشينج بيحصل ما بين ايه؟ ما بين الديفرنت بادي سيلز وما بين الكابيلاري اللي محوطاها. يعني ايه يا دكتور؟ فهمنا تاني. مش انتوا عارفين ان كل الليفنج سيلز في جسمي ما دام اسمها ليفنج، ما دام عايشه، يبقى معناها ان رايح لها بلاد سبلاي وخارج منها فينوس بلاد. طبعا، ما هيروح لها الاكسجين ازاي؟ طب هل بيروح لها ارتري؟ لا، بيروح لها كابيلري. عندنا شبكه مهوله من الكابيلري اللي هي نهايات الارتريز، بتروح تحوط على كل الخلايا الحيه اللي في جسمنا. حلو كده يا شباب. طيب يبقى الانترنال ريسبيريشن هنا هي البروسيس اوف جاز اكتشينجز بتوين ذا بلاد اند ذا ديفرنت بودي ليفنج سيلز تو سبلاي ذا اوكسجين تو ذا ليفنج سيلز اند تو جيت كربون دايوكسيد ات ذا ويست برودكت فروم ذيس سيلز. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها انترنال ريسبيريشن ذات اوكير ات ذا ليفل اوف ديفرنت بودي سيلز. مفهومه كده يا شباب؟ يبقى احنا كده خدنا الثلاثة بروسيسز بتوع الريسبيريشن. طبعا زي ما طلع السهم كده، الاكسجين اللي هيروح للخلايا المختلفة بتاعت جسمي ده هيستفاد منه في ايه؟ هيساعد الاكسيديتيف انزيمز. كل خلية في جسمنا فيها انزيمز عشان تقدر تعمل اوكسيديشن للفوت ستاف وتطلع انرجي ويطلع منها كربون دايوكسيد. كل خلايا الجسم بتاعتنا شغالة كده، وخصوصا المسل سيلز والليفر سيلز والبرين سيل البرين سيلز والسكليتال سيلز والكيدني سيلز. كل حاجة في جسمنا شغالة، لازم كل الخلايا بتاعتها يروح لها اكسجين ويطلع منها كربون دايوكسيد عشان تقوم بالوظائف الحية بتاعتها. يبقى احنا كده بتهيألي بدأت توضح لينا ليه انا بتكلم في الريسبيريشن، لانه زي ما انتم شايفين اهو، من غير الريسبيريشن الاكسجين هيوصل ازاي للمسل سيلز؟ لما اروح الجيم واعمل كوادريسبس تريننج واعمل بكتراليس ميجور تريننج واعمل لاتيسماس دورساي تريننج من غير ماسكول سكليتال سيستم، عمري ما هقدر اوصل لمسل بالك كويس ولا تريننج افكت كويس، لان الكارديو بالمونر سيستم هو المخدم اللي بيوصل الاكسجين للخلايا بتاعت العضلات، وهو اللي بياخد منها الكربون دايوكسيد. تمام يا شباب؟ حلو، اديني بقى الخص لكم بقى تاني كده اهو. بص الرسمة على الشمال نمرة واحد، ادي الفنتيليشن يا شباب بيحصل فين اهو، من اول الماوس فوق لحد لما يدخل الاير لحد اخر جزء فين؟ في الريسبيراتوري تراكت. ادي عندك التراكية، عندك التو مين برونكاي اللي هم داخلين في الليفت لانج وفي الرايت لانج، انا بتكلم دلوقتي في الرسمة نمرة واحد على الشمال. وبعد كده في نهاية الاير واي هبص الاقي، هنقل بقى على الرسمة اليمين كده، انا خدت كده شريحة صغيرة عشان اكبرها تحت الميكروسكوب. هتبص يا شباب انا عامل لكم بوتش كده على الحاجات اللي انا هتكلم عليها. ادي اول علامة طلعت زرقاء دي اللي هي التيرمينال برونكيولز اللي هي نهاية الاير واي تراكت. وبعد كده عندي شايفين تاني اهو كده، دي اسمها ايه؟ اسمها ريسبيراتوري برونكيولز، اصغر شويه من التيرمينال برونكيولز. انا دلوقتي بتكلم في اخر مرحله من الايه؟ من الاير واي تراكت اللي هي الهواء هيوصل لحد فيها بالاكسجين. طيب وبعدين ايه تاني يا شباب؟ زي ما انتم شايفين كده ابص الاقي في ايه؟ الفيولار داكت،
يعني من اسمها الفيولار داكت يبقى نهايتها هيكون في الفيولايز اللي هي الحويصلات الهوائيه درسناها طول عمرنا. وبعد كده عندي الالفيولار ساكس اللي هي فيها الايه اللي فيها الالفيولار. تمام كده يا شباب، اهو نقولهم من اول وجديد تاني اهو. يبقى انا مرحله الفنتيليشن حصلت فين؟ قلنا ده مجرد الانترنس والاكزيت اوف اير فروم ذا لانج بتوين اتموسفيريك اير اند ذا لانج. طيب هنا الاكسجين او الاير هيوصل للاند ستيج او الاند بوينت بتاعه الاير واي تراكت اهو. تاني عندي تيرمينال برونكيولز، وبعد كده عندي ها قولوا معايا عندي ريسبيراتوري برونكيولز، وبعد كده عندي الفيولار داكت ها، وبعد كده عندي الفيولار ساك اللي هي اخر محطه هيوصل لها الهواء على مستوى اللنج محمل بالاكسجين. الخطوه الثانيه بقى يا شباب ها تبادل الاسرع، علشان الاكسجين اللي اتنفسته يوصل فين ها، عشان الاكسجين اللي اتنفسته يوصل للدم. اظن من الرسمه اللي على اليمين دي لو يعني حد من الرجاله اللي معانا كده، وان شاء الله ان شاء الله تكون ربنا حميكم من التدخين، لما يبص للرسمه اللي على اليمين دي ويشوف الاير والاكسجين بيوصل لكام الفيولار ساك بالملايين، وان السموكينج بيعمل ديستراكشن للالفيولار ساك دي بطريقه غير عاديه، وان السكريشن اللي بتكون موجوده نتيجه السموكينج بتكون ساده التيرمينال برونكيولز دي عامله لها بلاجنج، وبالتالي انت بتحرم نفسك من ان الهواء اللي انت بتتنفسه ده نسبه الاكسجين اللي انت تنفستها ممكن تخش جوه اللنج، لكن صعب قوي توصل للايه، صعبه توصل للبلد، لانك ديك شايف هو المنظر لما يكون في بلاجنج باي سكريشن عمر ما الاكسجين هيحصل له جاز اكتشينج ابدا، هيبقى هيقل خالص. عشان كده عمرك ما هتلاقي رياضي هيفي سموكر، ولا تلاقي واحد هيفي سموكر بيروح جيم وعامل ماسكولوسكليتال سيستم، صعب جدا جدا جدا. حلو كده. طيب نبص للرسمه بقى اللي هي نمره 3 دي يا شباب، ونركز فيها كويس قوي اهو. شايف الجزء الشمال كده من الرسمه اللي تحت، ادي البرونكيولز اللي احنا وصفناها فوق. بصوا السهم الازرق، هرجع لكم تاني كده، السهم الازرق ده في سهم ازرق صغير، ده هو ده يا شباب البلمونري ارتري اللي جاي من الرايت فينتريك، عشان كده عملت لك سهم كبير ها، كل ده انا عمال الف لكم فيه عشان اوصل لكم المعلومه. عملت لكم سهم كبير رايح على البلمونري ارتري اهو في اليمين، اللي هو طالع منين يا شباب؟ طالع من الرايت فينتريكل. هشوف البلمونري ارتري ده لما يوصل فوق، لما يطلع من الهارت ويوصل لللنج، شوف هيبدا يلف زي التعبان ازاي، يلف عشان يوصل لمين ها، يبدا يحصل له برانشز ويطلع منه الكابيلري الزرقاء الصغيره اللي انتم شايفينها جنب السهم دي. حلو كده. الكابيلري دي هتروح تعمل ايه ها؟ هتروح تلف، شفتوا الكور الصغيره اللي عامله زي العنب دي، هي دي الالفيولاي. حكمتك يا رب. شوف الالفيولاي ده يا شباب اهو، هتلاقي الجزء الشمال ازرق اللي هو رايح له ان اوكسجينيتد بلاد، اللي هي ناحيه الكابيلري بتاعت البلمونري ارتري. احنا قلنا البلمونري ارتري جايب ايه؟ جايب ان اوكسجينيتد بلاد. حلو كده. طيب وهبص الاقي الناحيه الثانيه من الكوره، الناحيه الثانيه من العنب الصغير ده اللي هو الالفيولاي، احمرت، معناه ان الكابيلري هنا بدات تتحمل بالاكسجين وهترجع تاني توصل لمين اهو. خلينا نشوف دي كده اهو، شايف الجزء الاحمر ده بالظبط يا شباب، كان جايب بالونه ولافف عليها خيوط 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 من جميع النواحي، والخيوط دي فيها اخرام والبالونه فيها اخرام. طب الخيوط دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكابيلري اللي فيها البلاد، والبالونه هي الالفيولاي. لما يكون في اخرام هيحصل ايه؟ او اخرام هيخش الاكسجين من البالونه للكابيلري، والكربون دايوكسيد يطلع من الكابيلري يخش البالونه. عمركم تخيلتوا المنظر ده؟ تاني يعني نرجع تاني كده، ادي البلمونري ارتري يا شباب طالع من الرايت، طالع من الرايت فينتريكل راح للليفت لانج وللرايت لانج اهو، بدا يخش في كل لانج كده، يروح نازل عايز يروح فين؟ عايز يروح يلف على كل الالفيولايز اللي في الجسم اهو. شوف اللي عاملين زي العنب الصغير ده، دي الالفيولاي اللي في جسمنا سامبل منها يعني، هيلف حواليها ويعمل كابيلري. حلو كده. طيب قوم الكابيلري هتاخد الاكسجين اللي جوه الالفيولاي اللي وصل في المرحله الاولانيه فوق في الرسمه اللي فوق، ويديها الكربون دايوكسيد. طيب
كده الكابيلاري على الناحية الشمال ايه على الناحية اليمين اتحملت بالاكسجين. طيب هترجع للهارت عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الفور بالمونري فينز، اسمها فينز لكن شايلة ايه؟ شايلة اكسجينيتد بلاد، عشان كده عملناها باللون الاحمر. تروح راجع للقلب فين تاني يا شباب؟ على اليمين هنا، ترجع للليفت اتريوم عن طريق الفول بارمونري فينز. كده يبقى انا الاكسجين اللي في الشارع وصلته لمين؟ وصلته للدم. تمام كده يا شباب، يا رب تكونوا فاهمينها يعني. شوف انا باخد وقت بفصفصها عشان دي مهمة جدا. يبقى مرحلة الفنتليشن انا دخلت الاكسجين جوه الرئة بس. طب وبعدين؟ لا انا عايز ادخل الاكسجين الدم، يقوم يروح البلمونري ارتري يعمل زي العنكبوت كده حوالين كل الالفيولايز اللي فيها الاير، يعمل الكابيلاري نص الكابيلاري من ناحية الشمال فيها ان اكسجينيتد بلاد، والنص التاني فيه اكسجينيتد بلاد، ويرجع للقلب تاني زي ما انتم شايفين. ها اهو يرجع للقلب تاني على الليفت اتريوم من الفور بالمونري فينز كده. خلاص يبقى انا الان اكسجينيتد بلاد يا شباب اللي طالع من البلمونري ارتري، الرسم الاسهم الزرق، رجعوا للقلب تاني اكسجينيتد بلاد محمل بالاكسجين ازاي؟ عن طريق تبادل الغازات اللي هو حصل في الالفيولاي. مفهومه كده؟ وبالتالي يبدا ينزل الاكسجينيتد بلاد من الليفت اتريوم للليفت فينتريكل للاورطا للديفرنت بادي سيلز. عايزين اتفهمت كده. اول ما يطلع في الاورطة يجي المرحلة التانية اللي احنا قلنا عليها اللي هي الترانسبورتيشن. الاورطة هيوزع لمين؟ هيوزع لكل الخلايا اللي موجودة في جسمي كلها، وتيجي المرحلة التالتة اللي هي الانترنال ريسبيريشن. تخيلوا بقى، شوفوا الريسبيريشن اللي احنا كنا نقول ايه ده، الريسبيريشن ده عبارة عن انسبيريشن واكسبيريشن، ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده احنا جبناها سوبرفيشال خالص. لا بالتفصيل الممل اللي احنا قلناه ده، ان هو اول التعريف اللي عرفناه في الاول خالص ان الريسبيريشن هو البروسيس، انا بعيد تاني، البروسيس اوف ايه اوكسجين يوتيلايزيشن باي ديفرنت بادي سيلز. يبقى لحد لما وصل العروسه لحد باب البيت، هو ده اسمه ايه؟ جواز البنت. يبقى لا هو مرحله الخطوبه لوحدها، ولا مرحله لبس الفستان لوحده، ولا لا لازم اوصل العروسه لحد البيت عشان اقول ان الجواز كده كمل. نفس العمليه، لازم اللنج توصل الاكسجين، لنج والبلد والهارت طبعا، يوصل الاكسجين من الشارع لحد باب الخلايا بتاعت الجسم كلها علشان اقول ان البروسيس اوف ريسبيريشن هاز بين كومبليتد. حلو قوي كده. طيب نتكلم بقى عن ريسبيريشن سايكل. ايه يعني ايه ريسبيراتوري سايكل؟ يبقى لما انا اجيب لك في الامتحان او في المالتيبل تشويس ريسبيراتوري بروسيس، يبقى لازم ايه نتكلم عن التفاصيل اللي فاتت دي كده. حلو كده. طبعا لما هكون فاهم هتلاقي المالتيبل تشويس اللي انا هجيبه لك في الامتحان ان شاء الله هتلاقيه يعني بسيط جدا، لانك انت فاهم هتقرا وتجاوب على طول، لكن مش فاهم ممكن يتلخبط، لان طبعا الامتحان هيجي بصوره يكون فيها فهم شويه، ما يبقاش مجرد حفظ يعني. جميل. طيب النورمال ريت اوف ريسبيريشن، الكلام البسيط بقى اللي انتوا عارفينه من الاندر جراديوال، ان انا بتنفس حوالي من 12 او 14 او 16 تايم او سايكل بير مينيت، دي بسميها ريسبيراتوري سايكل. طيب كل سايكل بتتكون من ايه؟ بتتكون، يبقى انا كنت الاول بتكلم على يعني ايه ريسبيريشن، هنا بتكلم عن الريسبيراتوري سايكل. خلي بالكم لازم تفرقوا، كلمه ريسبيريشن يعني بشرح البروسيس كلها، لكن كلمة respiratory cycle هي دي اللي احنا عارفينها كلنا، يعني inspiration يعني expiration وكده. يبقى ال inspiration ده بسرعة برضو كده اللي هشرحها بالتفصيل بعد كده. ال inspiration اللي هو ايه؟ ها ان الثوراسيك كافيتي بيزيد واللنج ديستندد، ويبدأ يحصل اير rushing من الاتموسفير علشان to fill the distended lung. يعني كلنا ناخد نفس عميق كده انسبيريشن كبير. ايه اللي حصل؟ حصل الثوراسيك كافيتي زاد في الحجم، وهنشرحه لسه بالتفصيل. اللنج هتبدا تبقى ديستندد، وبالتالي هتطلب كده ان ايه؟ ان الاير يدخل من الاتموسفير ايه لحد اللنج. تمام يا شباب؟ حلو. طيب بعد كده الاكسبيريشن العكس، اول ما بيخلص الانسبيريشن هيحصل بقى الجاز اكتشينج والهيصه اللي احنا قلناها في الكام سلايد اللي فاتوا دول. طب عايز اعمل بقى اكسبيريشن عشان اتخلص من الكربون دكسيد اللي جالي من البلد، يبقى في نهايه الانسبيريشن بيبدا يحصل اكسبيريشن،
زي ما انتم شايفين الديوريشن بتاعها بيكون لونجر شويه عن الانسبيريشن. خد انسبيريشن كده وجرب هتلاقيها، بس خد نورمال انسبيريشن اهو، لاحظ الانسبيريشن بتاعك كده هتلاقي الاكسبيريشن اطول شويه، والديورنج الاكسبيريشن هيحصل العكس، الثراس الكافيتي هتقل في كل الديامتر بتاعتها، الانتروبستيرو الديامتر، الفيرتيكال ديامتر والترانسفيرس ديامتر، وبعد كده يحصل الاستيك ريكويل لللانج تيشو، وبالتالي هيزيد البريشر جوه، يقوم يحصل راشينج اوف اير فروم انسايد ذا لانج تو ذا اوتسايد اتموسفير. خلاص كده احنا لسه هنشرح بالتفصيل بس بسرعه. طب اكسبيراتوري بوز يعني ايه؟ اكسبيراتوري بوز يعني في نهايه الاكسبيريشن هبص الاقي في فتره صمت كده، وانت قاعد كده قدامي الوقت كده ما تاخدش نفس عميق ولا حاجه، بس ايه، ركز في النفس بتاعك العادي الهادي، هتبص تلاقي ان بعد الاكسبيريشن في فتره سكون. يلا جربوا كده قدامي كده، لاحظ بس، اسرح كده مع نفسك ولاحظ الانسبيريشن والاكسبيريشن بتاعك، هتلاقي في بوز. بوز يعني ساكته، زي ما اجي اوقف التسجيل بقول ايه بوز، يبقى ايه، يبقى في this is a period of a of rest ما بين الاكسبيريشن، ودايما بتختفي فين؟ بتختفي اثناء الرابيد ريسبيريشن اللي هو ديورنج الاكسرسايز تريننج. يعني انت وانت طالع على السلم ولا بتلعب كوره ولا بتمد في الشارع، الاكسبيراتوري بوز دي هتقل، هتختفي خالص. حلو كده. طيب يبقى الريسبيراتوري سايكل عباره عن 14 الى 16 تايم بير مينيت، وهي عباره عن انسبيراتوري فيز واكسبيراتوري فيز واكسبيراتوري بوز ات ذا اند اوف اكسبيريشن. وقلنا الاكسبيراتوري بوز دي بتديسابير ديورنج الاكسرسايز تريننج او ديورنج الايفورت. ماشي يا شباب، ايه تاني؟ طيب ايه هو النورمال ميكانيزم اوف ريسبيريشن؟ احنا تالت التايتل نتكلم فيها، واتكلمنا عن الريسبيريشن، بعدين الريسبيراتوري سايكل، بعدين عايزين طبعا نعرف بقى النورمال ريسبيريشن الميكانيزم بيحصل فيه ايه. طيب في عندي سنترال ميكانيزم، وده بتكلم فيه خدته يمكن في النيوروفيسيولوجي وهتكلم عليه بعدين، اللي هو الاكتيفيتي بتاعه الريسبيراتوري سنتر اللي موجوده في البرين ستيم وعلاقتها بالريسبيراتوري ماسلز. يبقى لما بينزل اوردر من الريسبيراتوري سنتر اللي موجوده في المظله الابلونجاتا، بتعمل ستيموليشن للريسبيراتوري ماسل عشان تعمل انسبيريشن وتعمل اكسبيريشن. حلو. وفي عندي بريفرال ميكانيزم، ده على مستوى الريسبيراتوري ماسلز واللنج. تاني يبقى النورمال ريسبيريشن، في عندي سنترال ميكانيزم، وده معني بالالترناتيف اكتيفيتي بتاعه الريسبيراتوري سنتر اللي موجوده في البرين ستيم بتاعه البرين. طيب اما البريفرال ميكانيزم ده على مستوى الريسبيراتوري ماسل وعلى مستوى اللنج. طيب لما اجي اتكلم في النورمال ريسبيريشن، يبقى لازم اتكلم على الكوايت انسبيريشن، ولازم اتكلم على الفورسد انسبيريشن، وبعدين لازم اتكلم على النورمال اكسبيريشن، واتكلم كمان عن الفورسد اكسبيريشن. طبعا ليه انا بتكلم بعد كده هتكلم على الفورسد انسبيريشن والفورسد اكسبيريشن؟ ان ده اللي هيحصل اثناء الاكسرسايز تريننج. لو تلاحظوا كده ان عمال بخطو خطوات بطيئه ناحيه الايه، الاكسرسايز كونديشننج والفيسيولوجي، عشان لما ندخل فيه نبقى فاهمين بقى يعني كده، ونبقى اساتذه ما شاء الله ما شاء الله. الكورس ده يعني يمكن مش بياخدوه بتوع الدكتوراه يعني، فانتوا حظكم حلو ان شاء الله. يعني انا متفائل ان المجموعه بتاعتكم ما شاء الله هتكون على مستوى عالي، ومن ناحيه العلم ومن ناحيه الاخلاق ان شاء الله. يعني بوادر الناس اللي شفتها على الفيسبوك كده، كنت اتمنى ان انا كنت اشوفكم في مرحله الاندر جراديويت، بس يعني بقى هنعمل ايه، السفر والغربه. ليه انا هتكلم على الفورسد انسبيريشن والفورسد اكسبيريشن؟ ان ده اللي هيحصل اثناء الاكسرسايز او اثناء الايفورت. انا بس باخد نورمال انسبيريشن ونورمال اكسبيريشن في الريستنج كونديشن، او انا نايم، او انتوا قاعدين بتسمعوا المحاضره دلوقتي، لكن مجرد ما بعمل ايفورت، مجرد حتى ست البيت هتقوم تعمل شغل في البيت، او نطلع وننزل السلالم، او هنمشي في الشارع، او هنشتغل، هبدا الانسبيريشن والاكسبيريشن مش هيبقى كوايت، لا هيبقى فورسد، ويدخل فيه ماسلز مختلفه زي ما هقول دلوقتي. طيب اهو هنبص على الرسمه دي شويه، انا هتكلم ببطء عشان يمكن الكلام مش مكتوب في سلايد، لو حب حد يكتب او حاجه. يعني ايه بقى النورمال ريسبيريشن؟ زي ما قلنا في السلايد اللي فات، عايز اتكلم عن النورمال والفورسد.
بالنسبة للإنسبيريشن وبالنسبة للإكسبيريشن. طيب في النورمال إنسبيريشن اللي هو الإنسبيريشن، خلينا عايز بس اوضح لكم السهم الاحمر ده البلوره لان هنستخدمها في الكلام وانا بتكلم، وتحت هنا طبعا الديافراج، السهم الاحمر اللي تحت على الشمال ده الديافراج اللي هي المين ماسل اوف ريسبيريشن. طيب قولوا معايا كده يا شباب، هل النورمال انسبيريشن لما سيادتك بتيجي تاخد انسبيريشن وانت قاعد كده قدامي في الكوايت كونديشن، هل الانسبيريشن اكتيف ولا باسيف؟ نقول ايه؟ اكتف. يبقى هو اكتف بروسيس، يبقى مدام اكتف يبقى جاي نتيجة contraction of the muscles. طب ايه هي المسلز دي؟ طبعا عارفين الدايفراج which is responsible for almost 75% of respiration، يعني الدايفراج دي من غيرها لازم ندخل الرعاية المركزة لا قدر الله. طيب نقول معلومة سريعة كده بعد عشان تبقى المعلومة متكاملة، الدايفراج دي سبلايد بايه؟ ها حد يقول كده؟ ايه النرب اللي عمل سبلاي للدافراج؟ برافو عليكم، الفرينك نيرف، وده طالع من سيرفايكال 3 و4 و5. طيب اول ما هيبدا يحصل كونتراكشن في الدافراج اللي هي عضله الحجاب الحاجز، طيب الكونتراكشن بتاع الدافراج، اسئله مالتيبل تشويس يعني، الكونتراكشن بتاع الدافراج يخلي الدافراج ينزل لتحت ولا يطلع لفوق؟ يعني يحصل له ديسندنج ولا يحصل له اسندنج؟ ها جميل، يحصل له descending، يبقى contraction of the diaphragm. هتلاقي الدايفراجم يا شباب بينزل لتحت حوالي 1.5 سنتي towards the abdomen، يعني في اتجاه الابدومن. طب ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه ان الفيرتيكال دايمتر من تحت لفوق، يعني الفيرتيكال دايمتر بتاع الثوراسيك كيج هيزيد. جميل، طب عارفين في اللحظه بتاعت الانسبيريشن دي لازم الابدومينال ماسلز يحصل فيها ريلاكسيشن علشان يساعد الدافراج من هي تنزل لتحت، عشان كده بنكون واكلين اكله جامده قوي، او ان في الست البريجننس في نهايه الحمل بيبقى صعب جدا ان الدافراج ينزل لتحت، وعلشان كده بيكون عندها ديسنيا، عندها difficulty of breathing في last 3 months of pregnancy، لان بيكون الانترا ابدومينال بريشر عالي، الدافراج مرفوع لفوق، وبالتالي بيبقى عندها ضيق في التنفس جامد حتى وهي نايمه وهي قاعده بتتحرك حركه بسيطه. يبقى نرجع تاني، يبقى النورمال انسبيريشن هو اكتف بروسيس بيحصل نتيجه الكونتراكشن اوف دايفراج. حلو كده، طب ايه تاني ماسلز تاني في الانسبيريشن؟ عند الاكسترنال انتركوستال ماسل، وعند جزء من الانترنال انتركوستال ماسلز اللي هو بيسموها الايه الانتركارتيليجينس بارت بتاع الانترنال انتركوستال ماسل، وده هيبقى مسؤول عن ايه؟ عن بقيه ال 25% من الريسبيريشن. يبقى 75% من الريسبيريشن responded by A by the diaphragm and the other 25% is responded by external intercostal muscles and part of the internal intercostal muscles. طيب احنا قلنا الديافراجم لما بيحصل له descending لتحت during contraction بيزيد ال vertical diameter، طب ما لل contraction بتاع ال external intercostal وال internal وال intercartilaginous part بتاع ال internal intercostal بيعمل ايه؟ ها قولوا معايا. الاول طبعا زي ما قلنا المعلومه بتاعت الدايفراج الانتركوستال ماسل دي سبلايد بايه يا شباب؟ بالانتركوستال نيرف. جميل، من 1 لحد 11، من تي 1 لتي 11. طيب الكونتراكشن بتاعهم بيعمل اليفيشن للريبس وايفيرشن، اليفيشن لفوق وايفيرشن لبره. طب ده هيعمل ايه؟ هيزود ترانسفيرس دايامتر اوف ذا ثراسيك كيج، وهيزود الانتروبستيرو دايامتر اوف ذا ثراسيك كيج. ها لاحظ كده، اسرح مع نفسك شويه كده وشوف ايه اللي بيحصل في الانسبيريشن. هبص الاقي ان الثراسيك كيج بيزيد في كل الاتجاهات في الانسبيريشن، انتروبستيرو وترانسفيرس وفيرتيكال، جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه الايه؟ الالترناتيف كونتراكشن بتاع الدايفراج والاكسترنال انتركوستال ماسلز. حلو كده، طب ده هيحصل فين؟ ده في النورمال كوايت انسبيريشن، نورمال كوايت انسبيريشن. يبقى احنا قاعدين كده كل انسبيراتوري سايكل سيادتك كل نفس بتاخده بيحصل فيه كونتراكشن في الدايفراج وكونتراكشن في الاكسترنال انتركوستال ماسل. جميل يا شباب. طيب امال ايه اللي هيحصل في الفورست انسبيريشن بقى؟ لناخد نفس جامد اثناء الاكسرسايز.
طبعا هيحصل الكونتراكشن بتاعه النورمال ماسل اللي احنا قلناها اللي هي الدافراجمال انتر كاسل او الانتر كوستال ماسلز، الكونتراكشن بتاعها هيكون مور سترونجر، هيبقى مور سترونجر كونتراكشن لنفس الماسل اللي احنا اتكلمنا عليه. طب وايه تاني؟ بس كده لوحديهم؟ لا مش هيكفي بقى ساعتها، يبقى لازم يكون في كونتراكشن للاكسسوري ماسلز اوف انسبيريشن، عضلات تاني بقى هتيجي تساعد، لان انا عايز ارفع الثراس الكيدج جامد قوي، عايز ادخل كميه هواء من الاتموسفير عاليه جدا، يبقى هيجي لي الاكسسوري ماسل اوف انسبيريشن اللي هم ايه، نحفظهم مع بعض ونكتبهم، مش مكتوبين في السلايد. الاسترنو ماستويد ماسلز، عند السريتس انتيرور، عند السريتس بوستيرور، وعند السكاليناي. طب العضلات دي بتعمل ايه تاني يا شباب؟ الاسترنو ماستويد ماسل، سريتس انتيرور ماسل، سريتس بوستيرور ماسل، والسكاليناي، دول بيعملوا اليفيشن للاسترنوم والسكابيلا والريبس، يعني بيرفعوا الثراس الكيدج جامد او فوق علشان ادخل كميه هواء جامده ديورنج الانسبيريشن اثناء الاكسرسايز، لان كميه الاكسجين اللي العضلات بتاعتي هتحتاجها هتكون اكتر من اللي محتاجاها وانا قاعد في الكوايت انسبيريشن. حلو كده، كويس. يبقى عندي اتكلمت على نورمال انسبيريشن واتكلمت على فورسد انسبيريشن، الفرق بينهم ايه؟ الفرق ان في الفورسد انسبيريشن اللي هيحصل اثناء الاكسرسايز تريننج هيبقى الديافراجم والاكسترنال انتركوستال ماسل هاف تو كونتراكت مور سترونجر. تاني حاجه هتتطلب ايه؟ ها، مزيد من العضلات تدخل في الاكشن علشان انا محتاج كميه اكسجين اكتر وكميه هواء اكتر يدخل فين؟ ها، يدخل في الرئه، فهحتاج الاكسسوار ماسل اوف ريسبيريشن اللي هي السيريتس انتيرور والبوستيرور والاسترنوماستويد ماسلز والسكاليناي. طيب كده بالنسبه للانسبيريشن، امال ايه بالنسبه للاكسبيريشن؟ طيب النورمال اكسبيريشن بيحصل ازاي يا شباب؟ ارجع تاني كده للسرحان بتاعك كده والتركيز، تاخد نفس عادي خالص وسيب نفسك، هتلاقي الاكسبيريشن بيحصل باسيف، يعني انت بتعمل مجهود شويه علشان تاخد النفس، لكن خروج النفس مجرد ما بتسيب نفسك ريلاكسد، ها، بيبقى هو باسيف بروسيس. انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ بتكلم على النورمال كوايت اكسبيريشن. طب بيحصل نتيجة ايه الباسيف بروسيس دي؟ نتيجة الريلاكسيشن بتاع الدايفراجم، يعني الدايفراجم مجرد ان هو يحصل له ايه؟ هيطلع لفوق ولا لتحت؟ لا، الدايفراجم هيطلع لفوق خلاص كده، وبالتالي يبدأ يقل الفيرتيكال دايمتر بتاع الشيست، بعد كده يحصل ريلاكسيشن الانتر كوستال ماسلز، ويقل الايه؟ الترانسفيرس دايمتر والانتروبستيرو دايمتر بتاعت الثراسك كيج، ويحصل ايه كمان؟ يحصل الاستيك ريكويل للديستندد لانج. يبقى انا الكوايت اكسبيريشن او النورمال اكسبيريشن في الريستنج كونديشن مش محتاج اي ماسلز تبقى كونتراكتد خالص، بالعكس ده هي الماسلز اللي حصل لها كونتراكشن في الانسبيريشن مجرد اللي هي تبقى ريلاكسد وترجع مكانها تاني، واللنج اللي هي الالاستيك دي لما اتنفخت بالهواء بس مجرد انها ترجع تاني، بالظبط زي البالونه، انا باخد مجهود علشان انفخ البالونه وادخل الهواء فيها، لكن مجرد ما بسيبها الهواء بيطلع لوحده عن طريق الايه؟ الهواء بيطلع لوحده عن طريق الالاستيك ريكويل بتاع البالونه. نفس اللنج بتاعتنا معموله من الاستيك تيشو، ودي برضو اللي بتخربها السجاير، ها، الالاستيك تيشو بتاعت اللنج بتنفخ قوي اثناء الانسبيريشن وتشد خالص تبقى ستريتشد، واثناء الاكسبيريشن مجرد انها تعمل ريكويل وتضغط على الهواء اللي جوه الرئه ويطلع لوحده خالص. عشان كده لما يكون في تدخين او في كرونيك اوبستراكتيف لنج ديزيز او في فايبروزس، ها، اللنج مش هتبقى مور افيشنت ان هي تدخل اير واكسجين، وبالتالي عمر ما هتجيب شخص مدخن ولا شخص عنده كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز ولا شخص عنده بالمونري فايبروزز ويبقى اثليتيك بيرسون ويقدر يروح الجيم ويقدر يعمل اكسرسايز كونديشننج. حلو كده يا شباب، جميل. طيب يبقى النورمال اكسبيريشن اتفقنا ان هو باسيف بروسيس، طب امال ايه بقى الفورسد اكسبيريشن؟ ها، فورسد اكسبيريشن امتى برضه هنحتاجها يا دكتور؟ هنحتاج الفورسد اكسبيريشن اثناء الاكسرسايز تريننج، ها، اثناء الايفورت. ليه؟ طب ليه يا دكتور بعمل فورسد اكسبيريشن؟ لان برضو الكربون دايوكسيد اللي هيبقى بروديوست بالماسل سيلز هيبقى هيوج اماونت اوف كربون دايوكسيد،
الاكسبيريشن العادي مش هيبقى كافي علشان يخلصني من الكربون دايوكسيد ده واطرده بره في الهواء. بالظبط زي ما انا قلت برضو في الانسبيريشن، انت دلوقتي وانت قاعد يا دكتور كده بتتفرج على المحاضرة، بتتفرج على التلفزيون، ها كام عضلة شغالة في جسمك؟ عضلات بسيطة ومش شغالة بإفورت عادي، بالتالي النفس الجميل اللي هو الكوايت انسبيريشن مدخل لك كمية الأكسجين أو كمية البنزين الكافية للعضلات، لكن لما أجي أعمل إكسرسايز النفس العادي مش هيكفيني. آه بالظبط كده، لما بكون ماشي بالعربية على سرعة صغيرة دايس بنزين بسيط، كمية البنزين اللي الموتور بيسحبها بسيطة كافية لأن هي تحرق وتمشي العربية ببطء. لكن افرض ان انا عايز اعمل سبرنت بالعربيه واتخطى عربيات واجري لا قدر الله في مشكله، اه يبقى لازم ادوس جامد، بالتالي لازم كميه بنزين جامده تسحب للموتور ويحرق جامد علشان يديني طاقه عاليه جدا. هي نفس بالظبط اللي بيحصل اثناء الاكسرسايز. تمام كده، وده هنا هيفسر لنا حاجات كتيره لما نيجي نتكلم بعد كده يا شباب. ليه انا اثناء الاكسرسايز بنهج؟ اه بتنهج لان الجسم عايز يدخل اكسجين كفايه، الجسم استشعر ان الاكسجين اللي في الدم قليل فبيبدا يزود الريسبيراتوري ريت علشان يدخل يحاول يدخل كميه اكسجين اللي العضلات عايزاها. هو ليه الاب بيشتغل ليل مع نهار؟ لانه استشعر ان الولاد في البيت والام في البيت محتاجه مصروف اكتر، فلازم يشتغل اكتر عشان يوفر لهم الايه المصروف الكبير. حلو كده، طيب جميل. طب ايه اللي هيحصل بقى في الفورسد اكسبيريشن؟ قلنا النورمال اكسبيريشن هو باسيف بروسيس، اما الفورسد اكسبيريشن هو ايه؟ ها اكتيف بروسيس، جاي نتيجه الكونتراكشن اوف اكسبيراتوري ماسلز. ايه هما الاكسبيراتوري ماسلز دول يا شباب؟ ها نكتبهم مع بعض كده، الابدومينال ماسلز. لما يحصل كونتراكشن الابدومينال ماسل يحصل لورنج للريبس، يقوم ده يزود الانترا ابدومينال بريشر، يقوم ده يزق ايه؟ يزق الدايفراج من فوق، يقوم يساعد الاكسبيريشن. تاني لما يحصل كونتراكشن في الابدومينال ماسلز ها يحصل لورنج للريبس ويزود الانترا ابدومينال بريشر، لما يزيد الانترا ابدومينال بريشر ها هيحصل ايه للدافراج؟ هيتضغط لفوق. بالظبط كأن لما اكون جايب ازازه بلاستيك ومتغطيه وانا رحت ضاغط على الازازه بايديا، يبقى زودت البريشر جوه الازازه، يبقى الغطا هروح طاير لفوق، صح كده؟ الغطا ده هو الدافراج. لما هيزيد الانترا ابدومينال بريشر باي ذا كونتراكشن اوف ذا ابدومينال ماسلز هيعمل بوشنج للدافراج ابورد. طب ما يحصل بوشنج للدافراج هيساعده، هيساعد الريلاكسيشن بتاعه، بيطلع الهواء بسرعه ويتخلص من الكربون دايوكسيد بسرعه. جميله، حلو. يبقى عندي الفورسد اكسبيريشن كونتراكشن في ابدومينال ماسلز، وايه تاني كمان؟ بس الابدومينال ماسل لوحدها؟ لا طبعا، كمان الانترنال انتر كوستال ماسلز بتعمل انفيرشن في الريبس، وكمان ايه تاني؟ السريتس بوستيرور ماسل. احنا قلنا فوق يا شباب اللي بيساعد في الانسبيريشن الايه السريتس بوستيرور، بس السبيرور بارت بتاعها، لكن تحت عندي في الاكسبيريشن عندي السريتس بوستيرور ليها انفيرور بارت. نحفظ تاني مع بعض، يبقى في عضلتين استخدمتهم، هي عضلة واحدة استخدمتها في الفورسد انسبيريشن وهي استخدمتها فين؟ في الفورسد اكسبيريشن. طب ما ايه الفرق يا دكتور؟ اه العضلة دي ليها سبيرور بارت، ليها ابر بارت دي استخدمته في الانسبيريشن، وليها اللور بارت استخدمته فين؟ في الاكسبيريشن. حلو كده يا شباب، جميل. دي بتلاقيها بتعمل ايه؟ بتعمل فيكسيشن للاخر ثلاثه ريبس تحت، بتعمل لهم فيكسيشن واساعد البوشنج اب اوف دايفراجم ابورد. حلو، يبقى انا كده نلم نفسنا بقى تاني كده يا شباب كده. يبقى انا اتكلمت على ايه كده من الاول؟ ها خلونا كده بسرعة علشان ما نلخبطش نفسنا. يعني تاخدوا نفسكم شوية. اتكلمت عن الريسبيريشن، انا براجع المحاضرة كده قبل ما ادخل على جزء تاني. اتكلمت عن الريسبيريشن وعرفته، وقلت ان هو عبارة عن 3 parted external respiration و transport و internal respiration. بعد كده اتكلمنا عن الاكسترنال ريسبيريشن، حلو كده، وقلنا ان هو عباره عن البلمونري فنتيليشن والبلمونري ريسبيريشن والبلمونري بيرفيوجن وشرحناهم بالتفصيل. حلو،
بعد كده قلنا مرحلة الايه ترانسبورتيشن، النقل بقى فقط، ترانسبورتيشن اوف اكسجين وكربون دايوكسيد باي ذا بلاد. بعد كده قلنا الانترنال ريسبيريشن اللي بتحصل على مستوى الايه، بتحصل على مستوى كل الليفينج سيلز ان اور بادي. حلو كده، جميل. بعد كده بدأنا اشرح لكم بالتفصيل على الرسومات. عرفنا من اول ما الاكسجين والهواء موجودين في الشارع لحد لما وصلوا للخلايا ايه، لحد ما وصلوا للماسل سيل مثلا، عدوا في الرئة وبعدين عن طريق الكابيلاري والبلمونري ارتي والفول بلمونري فين وصلوا البلاد، البلاد نقلهم للخلايا، الخلايا حصل على تبادل غازات عندها تاني، خدت الاكسجين من الدم واديته الكربون دايوكسيد برودكت بتاعها علشان تستخدم الاكسجين ده في تعمل بي اوكسيديشن. حلو كده. يعني بعدين اتكلمنا عن الريسبيراتوري سايكل وقلنا ان هي عباره، يبقى لما اجي لك في الامتحان مثلا البروسيس اوف ريسبيريشن ما تكتبليش الريسبيراتوري سايكل، ولما اجيب لك الريسبيراتوري سايكل ما تقوليش البروسيس اوف ريسبيريشن. كلمه سايكل يعني معناها انسبيريشن واكسبيريشن واكسبيراتوري بوز. بعدين جينا اتكلمنا على النورمال ريسبيريشن، قلنا ان في عندي سنترال ميكانيزم وبريفرال ميكانيزم. بعدين جينا قلنا اتكلمنا على النورمال انسبيريشن بالتفصيل، مش كده، واتكلمنا على الفورسد انسبيريشن بالتفصيل. بعدين اتكلمنا على النورمال اكسبيريشن بالتفصيل، واتكلمنا عن الفورسد اكسبيريشن بالتفصيل. جميل يا شباب. وقلنا ايه هي اهميه الفورسد انسبيريشن والفورسد اكسبيريشن، قلت ده بستخدمه اثناء الاكسرسايز تريننج او اثناء الاكسبيراتوري الاكسرسايز ايفورت، لان النورمال انسبيريشن والنورمال اكسبيريشن will not be enough to supply our body cell by the efficient amount of oxygen needed for exercise training. حلو، وشرحنا بالظبط ايه اللي حصل فين في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن. طيب جزئيه تانية ممكن تكونوا برضو خدتوها في الاندر جراديوت، بس احنا عايزين ناخدها بفهم، وهي اللانج فوليومز اند كاباسيتيز، لان برضو هتتاثر بالاكسرسايز تريننج، لدرجه دلوقتي ان كل اللعيبه العالميين دلوقتي النوادي كلها بقى فيها اكسرسايز تيستنج، بقى فيها معامل، وكل لعيب معروف الفي او تو ماكس بتاعه اللي هو الاوكسجين كونسامشن بتاعه قد ايه، ومعروف اللانج فوليوم بتاعته قد ايه، وبالتالي بيخش في ريهابليتيشن بروسيس ايمنج ان انا ازود اللانج كاباسيتي دي، لان كل لما هتزيد اللانج كاباسيتي وخصوصا الفايتال كاباسيتي كل ما هتزيد، كل لما اللعيب ده هيبقى مور افيشنت فين، في الماتش او في السباحه او في كمال الاجسام او في الجمباز، كل لما بتزيد الفايتال كاباسيتي كل ما الشخص ده بيبقى مور افيشنت اكتر، بيبقى مور باورفول اكتر. فبالتالي لازم نفهم يعني ايه لانج فوليوم، يعني ايه لانج كاباسيتي. فهناخدها كده جزء جزء كده بالتدريج، وهنحاول برضو زي ما احنا اتعودنا ان احنا نفهمها اكتر ما نحفظها. ماشي يا شباب، ادي اللانج فوليومز، انا عندي هنا 4 فوليومز وعندي 4 كاباسيتيز. ها قلنا اتفقنا ايه، اتفقنا هنفهم مش هنحفظ، نحفظ بعد كده نفهم نحفظ بسهوله. طيب ايه هي عندي الرسمه دي هتتكرر في كل التعريفات اللي جايه، بس هنفهم الاول. يبقى عندي 4 فوليومز وعندي 4 كاباسيتيز. الكاباسيتيز هي عبارة عن sum of two or more lung volumes، يعني كل 2 lung volume او 3 او 4 بيبقى ليهم اسم معين في الكباستي، هنعرفه كمان شوية. اول حاجة يا شباب حاجة اسمها tidal volume، دي عايزين بقى نركز شوية كده، تاخدوا نفس كده وترجعوا لورا كده وتشد ظهرك كده، ها، ولو تعبت خلاص وقف المحاضرة شوية وروح اشرب نسكافيه واشرب شاي وروق اعصابك وتعالى ايه اسمع اللانج فوليوم لوحدها تاني. طيب اول حاجة التايدل فوليوم، انا هطلب منكم انك تمثلوا معايا علشان نقدر نفهم. خلاص كده شباب. طيب احنا قاعدين دلوقتي كده يا شباب هناخد نفس عادي خالص، وناخد النفس ونخرج النفس اللي هو الانسبيريشن والاكسبيريشن، اللي هو بسميه كوايت انسبيريشن وكوايت اكسبيريشن، النفس العادي اللي انا قاعد خالص بتنفسه. اهو الفوليوم اوف اير يا شباب، الفوليوم اوف اير انا بتكلم الاير، بقول فوليوم ما بقولش اماونت، ها ممكن تلاقيه مكتوب هنا اماونت، يعني لا ده مش اصح برضو. اقول ايه الفوليوم اوف اير that can be inspired or expired
during normal quiet respiration. ده بسميه tidal volume. يعني ايه تاني يا شباب؟ يعني سيادتك النفس اللي انت كمية الهواء اللي انت خدتها في الانسبيريشن دلوقتي دي اسمها tidal volume، واللي هتخرجها في الاكسبيريشن اسمها tidal volume. ودول حوالي قد ايه؟ اهو تاني normal volume of air inspired and expired during ايه؟ خلي بالكم من التعريفات عشان لما تيجي في multiple choice كلمة ليها وزن. normal quiet breathing يعني واحنا قاعدين بنتفرج على المحاضرة اهو، ادي التايدال فوليوم اللي هو الحجم الصغير ده، الحجم اللي انا باخده واخرجه ها اثناء النورمال كوايت بريزنج. بس حد يقول لي يا دكتور يعني هم الحبة اللي انا بدخلهم دول هم اللي بيخرجوا؟ لا طبعا، انت انا بتكلم دلوقتي في احجام يا شباب. عارف ايه؟ عارف يعني ايه بتكلم في احجام؟ يعني خلينا نقول مثلا الكوباية اللي قدامكم دلوقتي بتاعت الشاي دي بتشيل ايه؟ لو هي فاضية هتشيل مثلا 100 مللي لتر هوا، حلو كده؟ طيب هل الهوا اللي موجود في الكوباية ده هو اللي موجود بعد ساعة وهو اللي موجود بعد ساعتين وهو اللي هيبقى موجود بكرة؟ لا طبعا، الهوا ده نفسه هيتغير لكن الحجم ثابت. زي ما اقول انا بمشيش ما بطلعش بره البيت الا ومعايا مثلا 1000 جنيه في جيبي، اي وقت هتلاقيني في الشارع في من يوم السبت ليوم الجمعة في الكلية في العيادة هتلاقي في جيبي 1000 جنيه. طب هما ال1000 جنيه دول هما بتوع امبارح، بتوع الشهر اللي فات، بتوع الشهر اللي جاي؟ لا طبعا، لكن هي الكمية ثابتة، عدد الفلوس ثابت لكن هتتغير. فهمنا كده؟ يبقى ال 500 مللي لتر يا شباب اللي انا باخدهم في الانسبيريشن بيخرجوا 500، لكن مش هما، لا ده اللي داخل ده فيه اكسجين اكتر واللي خارج فيه ايه؟ فيه كربون دايوكسيد اكتر. ده هما دخلوا خرج مكانهم 500 محملين بالكربون دايوكسيد. شفت بقى ازاي انا عايزكم تفهموا اكتر ما نحفظ؟ يبقى تاني التايدال فوليوم هو الفوليوم اوف اير انسبايرد اند اكسبايرد ديورنج نورمال كوايت بريز. زي ما انتم شايفينه في الرسم ممكن يكون انسبيريشن وممكن يكون اكسبيريشن، حجم واحد لكن الكونتنت بتاعتهم مختلفه. بالظبط زي الاكزامبل اللي انا ايه قلته لك، الهواء اللي موجود في عربيتي تحت دلوقتي وانا قافل عليها اكيد مش هو الهواء بتاع امبارح، بس حجمه واحد، الحجم واحد. حلو كده؟ كويس. ايه تاني؟ ادي تايدال فوليوم قلناه. نمرة اتنين حاجة اسمها انسبيراتوري ريزيرف فوليوم، من اسمه انسبيراتوري يعني اثناء الانسبيريشن. طيب بص بقى كل التعريف، ماكسيمم فوليوم اوف اير that can be inspired after normal tidal volume. برضو يا شباب مش هتعرفوا تفهموها الا لما تمثلوا معايا، ما لو سمحتوا كده مثلوا معايا. يلا دايما نرجع للنورمال كوايت بريزنج. ها خد نفس كده خفيف اللي هو النفس العادي وبعدين اسحب جامد اوي. بص انا هعمل اهو، شفت بعد ما دخلت التايدال فوليوم اللي هو الانسبيراتوري تايدال فوليوم ال 500 مللي لتر اللي قلنا عليهم كانت الرئه بتاعتي عندها قدره ان تسحب تاني. يلا اعملوها كده وانتوا قاعدين، بعد لما تاخد ال 500 مللي اللي هم بتوع الكوايت انسبيريشن العاديين خالص هتلاقي نفسك عندك قدره انك تسحب اكتر زي اللي بيحصل في الشيشه. صح؟ مش في الشيشه بيسحب هوا جامد قوي عشان يطلع بالدخان؟ يبقى ده اسمه انسبيراتوري ريزيرف فوليوم، دي كفاءه من كفاءات الرئه، حجم الهواء اللي اقدر ادخله تاني ها بالفورس انسبيريشن بس بعد الكوايت انسبيريشن. تاني اهو ادي النفس الخفيف الاولاني وبعدين سحبت كميه كبيره جدا من الهواء. طب واحد هيقول يا دكتور ده يعني ايه فايدتها الهواء الزياده دي؟ ما قلنا يا حبيبي ده اثناء الاكسرسايز، لان النورمال كوايت بريزنج مش هيكفي لك الاكسجين وانت بتعمل اكسرسايز، وبالتالي ربنا خلق لك الرئه تقدر انك انت بارادتك تسحب كميه هواء زياده فوق الايه؟ فوق التايدال فوليوم علشان يخش باكسجين زياده وبالتالي يروح للعضلات. ايه كل حاجه ليها فهم وليها مغزى. تخيلوا بقى لما تبقى انت شغال في الريهابليتيشن وشغال في التريننج وشغال في السبورت انجري وشغال في التخسيس وفاهم الكلام ده، اكيد هتبقى شغال على اسس علميه. حلو كده؟ تاني نعرف تاني، اكتبوا عشان ممكن السلايد ما كنتش موجود فيها القيمه بتاعت كل حاجه. يعني مثلا ادي التايدال فوليوم مش مكتوب، ده حوالي 500 مللي لتر يا شباب. التايدال فوليوم باخد في الانسبيريشن العادي الكوايت اللي انت وانت قاعد تتفرج على التلفزيون
500 مللي لتر، وبخرج 500 مللي لتر في النفس العادي، اسمه تايدال فوليوم. يبقى انا في الحالات العاديه وانا نايم وانا بتفرج على التلفزيون وانا قاعد بتفرج على المحاضره دلوقتي، انا باخد تايدال فوليوم وبخرج تايدال فوليوم بس. التايدال فوليوم اللي باخده في الانسبيريشن 500 مللي لتر، واخدهم من الاتموسفير محملين باكسجين محترم. طب ما اما ال 500 اللي بيخرجوا اللي هم كانوا جوه، اللي كانوا واخدين معاهم الكربون دايوكسيد وخارجين. حلو كده، جميل. زي ما بتحط كده علبة الزبالة على الباب الصبح، بتحطها مليانة زبالة، بتطلع بعد ساعتين تلاقي الزبالة خدها، تقوم واخدها جوه نظيفة وفاضية. حلو كده، جميل. يبقى ده 500 مللي لتر. طب الانسبيرات ريزيرف فوليوم فهمناها دلوقتي ان ده هتتطلب ديورنج الاكسرسايز ان انا اسحب كميه هواء كبيره عشان تبقى محمله باكسجين اكتر. يبقى الماكسيمم فوليوم اوف اير ذات كان، شوف كلمه كان هنا معناها ايه، معناها تحت ارادتك، انا اللي اقدر اسحبها، صح؟ ما انا ممكن اقعد تقعد على القهوه تتكلم مع صاحبك بيبقى كوايت بريزنج، واول ما تحط الشيشه في بقك بتروح ساحب سحبه جامده، يبقى انت هنا خدتها بارادتك الايه، الاكسترا فوليوم اوف اير اللي خدته في الانسبيراتور. طبعا ربنا يحمينا ويحميكم من السجاير ومن القهوه ومن العادات السيئه دي طبعا، لكن هو اكزامبل حلو اللي انا اقول لكم يعني. يبقى الماكسيمم فوليوم اوف اير ذات كان بي انسبايرد باي، هنا لازم يبقى هنا بقى يبقى في ديب انسبيريشن اللي هو اثناء الاكسرسايز. طب قد ايه ده يا دكتور يا دكتوره؟ حوالي 3000 مللي لتر. 3000 مللي لتر من اسمه انسبيراتوري، يعني بعد الايه، ها، بعد التايدال فوليوم. تاني اهو هقسمها لكم اهو بقي، شوف من صوته حجمه كبير طبعا، هو بملى الرئه على الاخر علشان استفاد بيها في الاكسرسايز وتدخل كميه اكسجين اكتر. طيب يبقى قلنا التايدال فوليوم، ادي الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم بتلعب قدامكم اهي، التايدال فوليوم تحتها، ها، ولو شفتوا على الرسم الويفز اللي جنبها بص لقى التايدال فوليوم وبعدها الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. طيب حوالي 3000 مللي لتر. طب اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم من اسمها يبقى ايه؟ اكسبيراتوري، يبقى هي اثناء الاكسبيريشن. طيب نمثل تاني مع بعض كده يا شباب، ها، ارجع للنورمال كوايت بريزنج، ها، ارجع كده للنفس الهادي بتاعك كده خالص، ها، خد نفس هادي وخرج نفس هادي، مثله معايا عشان نفهم، ها، خد نفس هادي وخرج نفس هادي. تعالى لي بقى وانت بتخرج النفس الهادي كده، شوف نفسك بعد لما تخرج النفس الهادي عندك قدرة انك تعصر نفسك وتطلع هوا تاني اهو، بص كده، اهو عصرت نفسي وخرجت الهوا. يلا اعملها تاني كده قدامي، يلا يا دكتورة نسمة، ها، شوية شوية كده طبعا من على الفيسبوك هتعرف على اساميكم واحفظها، وابدأ ان انا ادعبكم في المحاضرات ان شاء الله باذن الله لحد ما اشوفكم على خير يعني. يلا هناخد نفس عادي ونخرج نفس عادي بعد لما اخرج النورمال كوايت اكسبيريشن. طبعا انت لو قدامي دلوقتي هتلاقيني عامل لكم رجوز وبمثل لكم وبتاع كنت هتتبسطوا قوي، بس اهو هنعمل ايه بقى، النظام جديد. بعد لما اخرج النورمال اكسبيريشن هلاقي نفسي بعرف اعصر نفسي تاني واخرج، ها، اخرج الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. يبقى هو تعريفه ايه، ها، الماكسيمم فوليوم اوف اير ذات كان بي اكسبايرد، ها، افتر نورمال كوايت اكسبيريشن. يعني بدي لك تعريف من عندي يعني، الشرح فيه واضح اكتر اهو، بيرقص تحت اهو، بص هتلاقيه هو تحت الخطوط يعني مع اكسبيريشن. تاني، ها، همثلها لكم تاني اهو، اخرج النفس العادي الاول اللي هو ال 500 بتوع التايدال فوليوم، بعدين اعصر نفسي واطلع على الاخر، يبقى ده ايه، الاكسترا فوليوم اوف اير او الماكسيمم فوليوم اوف اير ذات كان بي اكسبايرد افتر، ها، افتر نورمال كوايت اكسبيريشن، لكن باي ديب اكسبيريشن. ما لازم اعمل ديب اكسبيريشن واعصر نفسي عشان اخرج الكميه اللي جوه دي. طب خليني اسالكم سؤال كده، ها، ركزوا معايا كده. سيادتك دلوقتي يا دكتور وانت قاعد بتاخد نفس عادي، ها، خد نفس عادي كده، نورمال انسبيريشن نورمال اكسبيريشن، الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هو ال 3000 اللي انا سحبتهم بالشيشه دول موجودين فين؟ هل موجودين جوه الرئه ولا موجودين في الشارع؟
موجودين في الشارع طبعا، صح؟ ها تاني، وفي أثناء النفس العادي 3000 مللي لتر اللي أنا سحبتهم في الشيشة دول موجودين في الهواء، أنا مش هسحبهم إلا وأنا بعمل إكسرسايز وعايز كمية هواء جامدة كتير، يبقى دول أصلا مش موجودين جوه الرئة في الحالات العادية. أمال الإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي أنا عصرت نفسي وخرجته؟ لا ده موجود جوه، وأنا باخد الكوايت بريزنج الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم ده موجود جوه الرئه، جوه بيختلط فيه الاكسجين ويختلط فيه الكربون دايوكسيد، موجود من ضمن السعه بتاعه الرئه، ما بيخرجش الا لما انا اعصر نفسي كده واخرج الايه الاكسبيريشن. تاني يا شباب تاني، يبقى during normal quiet breathing، ها نركز مع بعض، during normal quiet breathing اللي انا بتنفس عادي خالص وانا نايم، حلو كده، الرئة بتاعتي جوايا فيها اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، فيها حجم من الهواء اقدر اطلعه لما اعصر نفسي واعمل ديب اكسبيريشن، ده اسمه اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. عشان كده لما اجي اعرفه بقول ايه حجم الهواء اللي اقدر اخرجه بعد النورمال اكسبيريشن، حجم الهواء اللي اقدر اخرجه باي ديب اكسبيريشن افتر نورمال اكسبيريشن، اهو جميل. طيب مال الانسبيرات ريزيرف فوليوم؟ لما ارجع للنورمال كوايت بريزنج وانا نايم، ده ال 3000 دول موجودين في الغرفه، ان حبيت بقى اتاوب ولا اخد نفس عميق ولا حاجه هسحبهم. يبقى هو في النورمال كوايت بريزنج ال 3000 دول مش موجودين جوايا، دول موجودين بره في الشارع، اسمهم ايه ريزيرف، اخدهم وقت ما اكون عايز. يبقى الانسبيراتوري، عشان في ناس بتتلخبط بينها، لكن لو فهمتها عمرك ما تتلخبط بينها، انسبيراتوري ريزيرف فوليوم يبقى حجم الهواء اللي اقدر اسحبه ساعة اللزوم بي ايه بالديب انسبيريشن، بعد الايه بعد النورمال انسبيريشن، اهو بتاع الشيشة اهو. يبقى دول ال 3000 دول في الشارع في الاتموسفيريك اير، لما احب ادخلهم بالديب انسبيريشن ادخلهم، اما الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم فهو موجود حجم موجود جوه الرئه بيتخلط فيه الاكسجين والكربون دايوكسيد، لما احب اعمل فورس اكسبيريشن بيطلعوا معايا. جميل. امال ايه هو الريزيدوال فوليوم يا شباب؟ يبقى انا دلوقتي بتكلم في الفوليوم رقم 4، اتكلمت تايدال فوليوم واتكلمت inspiratory reserve volume وبعدين expiratory reserve volume. expiratory reserve volume حوالي 1200 مليليتر، يبقى التايدال فوليوم قد ايه يا دكتور؟ التايدال فوليوم 500، اقل واحد اللي هو النفس العادي خالص في during الكوايت بريذنج، والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم 3000 مليليتر عشان نكتب مع بعض، والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم 1200 مليليتر، حلو كده. الريزيدوال فوليوم بقى ايه الديفينيشن بتاعه؟ الريزيدوال فوليوم هو عبارة عن volume of air remain in the lung even after forced and deep expiration. شوف اسمعوا الديفينيشن بتاعي، حجم الهواء اللي موجود في الرئة حتى لو انا عصرت نفسي، لما يبقى اللي انا عصرت نفسي وخرجته ده اللي هو الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، اما اللي هو الريزيدوال فوليوم ده لما اخرج ديب اكسبيريشن واعصر نفسي وانام في الارض كمان واجيب الولاد يطلعوا فوق صدري، مش هيطلع ابدا، هيفضل موجود في الصدر، يفضل موجود في اللنج، والا لو واحد بقى نايم في الارض كده وابنه قاعد على صدره بيهزر معاه ولا حاجه ومن الرئه تقفل تبقى كولابست كنا متنا كلنا. ده يبقى ربنا خالق الريزيدوال فوليوم ده عشان تفضل الرئه باستمرار فيها كميه هواء، والا كانت لزقت في بعضها، اللي هو بيحصل ساعات في الحوادث بسميه كولابس وبيبقى فيتال، صح؟ يبقى بالظبط كده، يبقى عمر الهواء زي ما قلنا قبل كده، عمر ما القلب بيفضى تماما من البلد حتى في نهايه الكونتراكشن بيفضل كميه بلد موجوده في الفنتركل، برضو نفس الايه الرئه لما اخرج فرصه اكسبيريشن واحزق خالص يعني بقى وكمان يتعدى عربية فوق صدري، مش هيطلع الريزيدوال فوليوم ده الا في حالات معينة زي ما هنعرفها بعد كده. يبقى ايه هو الريزيدوال فوليوم؟ هو الفوليوم of air remaining in the lung at the end of maximum expiration،
يعني انا بقى بعرفه اكتر، بقول ايه حجم الهواء اللي موجود في الرئه حتى بعد الماكسيمم والفورسد اكسبيريشن. ليه اهميته ايه؟ ان هو تو كيب ذا لانج ايه ها ها ديستندد، تو كيب ذا لانج ايريتد. طب افرض ان يا شباب ان الواحد لا قدر الله غرق في الميه، اللي بيحصل ايه في الغرق؟ انه الشخص بيقعد يعافر، فقوم كمية المية بدل ما تخش جوه البطن تروح نازلة جوه الرئة. طب هل الرئة، هل المية تجتمع مع الهواء؟ يعني انت لما يكون عندك كوباية فاضية دلوقتي مليانة ايه؟ مليانة هواء. طب لما تحط فيها عصير برتقال للآخر مش الهواء بيخرج؟ لازم يخرج طب عشان يحل محل عصير البرتقال. نفس العملية لما الواحد يغرق بيطلع الريزيدوال فوليوم ده، وعشان الالفيولاي كده هتتملي ايه؟ هتتملي ميه. يبقى بالظبط زي ما تجيب البالونه كده بتاعت لما كنا صغيرين، ما اعرفش انتوا كنتوا بتعملوا زينا، طلع انتوا لسه الجيل بتاع البلاي ستيشن، كنا لعبنا نجيب البالونه مثلا نملاها ميه، نبقى فرحانين كده اللي هي عماله ايه، عامله زي الدهليز في ايدينا كده، نملى البالونه ميه. طب اكيد لما انا بليت البالونه ميه يبقى كل الهواء اللي فيها لازم يطلع عشان يحل محله الايه؟ الميه. وهنا بيعرفوا في الطب الشرعي الشخص ده كان زمان مثلا مشهور قوي، واحد يقتل مثلا واحد ويروح رميه في الميه ويكتب جنبه جواب زي ما كنت بتشوفه في الافلام بتاع زمان، انه ان انا انتحرت وهرمي نفسي في البحر خلاص وطلعوه يدفنوه على كده. لا طبعا، دلوقتي ممكن من الطب الشرعي يعرفوا الشخص ده هل ميت غريق ولا ميت بره واترمى في البحر. طيب لو هو ميت غريق ايه اللي هيحصل؟ ها، الرئه هتتملي ميه نتيجه المعافره بتاعته، وهياخد نفس جامد جوه تحت الميه، فهيبقى الميه دخلت جوه الرئه، فبيطلعوا الرئه من الجثه ها يحطوها في بانيو ميه، يلاقوا الايه ها يلاقوا الرئه غطست، معناه ان هي مليانه ميه من جوه. طب لو كان الريزيدوال فوليوم ده سليم ها وحطوا الرئه في البانيو لقوا الرئه طفت لفوق كده مليانه ميه، يقول لك الشخص ده مات الاول وبعد كده اترمى في الميه. لان لو لما يكون ميت بره البحر وترمى في البحر خلاص الميه مش هتنزل في الرئه، لانه مش هياخد الشهيق الاخير ده بتاع الايه المعافره في الايه في الميه. فاذا الريزيدوال فوليوم ده بيخرج في حالات لما يحصل كولابس في اللنج، يعني بتبقى فيتال خلاص، او ايه الحالات اللي احنا قلنا عليها اذا كان كميه ميه دخلت جامده في الغرق فبالتالي الريزيدوال فوليوم خرج. طب قد ايه الريزيدوال فوليوم يا شباب؟ حوالي برضو 1200 ملي لتر. يبقى نراجع مع بعض كده، قلنا كده الفور فوليومز، قلنا التايدال فوليوم حوالي 500 ملي لتر، انسبيراتوري ريزيرف فوليوم ها ده حوالي 3000 اللي هو موجود في الشارع بسحبه مع الشيشه، حلو كده. طيب اما الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم حوالي 1200، ده بيبقى موجود جوه الرئه اثناء الكوايت انسبيريشن والاكسبيريشن، بيطلع بس في الاكسرسايز عشان يطلع كميه كربون دكسيد كتير معاه. اما الريزيدوال فوليوم ده حوالي برضو 1200 ملي لتر، وده فوليوم ما بيخرجش خالص. طب برضو هنتفق على نفس العمليه، هل الفوليوم ده معناه ان الالفولاي بتاعتنا من ساعه ما اتولدنا لحد دلوقتي هي نفس الهواء اللي موجود فيها؟ لا، ده كان زماننا حصل لنا انفكشن ومتنا. يبقى هو الحجم ثابت يا شباب 1200، بس مع كل نفس بيتغيره طبعا، بيتغيره يخش ويطلع، ويخش يطلع مكانه، بيخش ويطلع مكانه، زي فكره الكوبايه اللي انا قلت لكم عليها ان ايه هي فيها هواء على طول، لكن مش هو بتاع امبارح، مش هو بعد ساعه بيتغير طبعا. يعني هو الهواء اللي انت قاعد فيه في الشقه دلوقتي ده هو اللي كان امبارح؟ لا، اتغير، ما هو فتحت الشباك دخل غيره وخرج غيره. نفس العمليه، انا كل نفس باخده يا شباب بيخش كميه هواء يحل محل الريزيدوال فوليوم 1200 ويطلع مكانهم 1200 على طول. يبقى على مدار الثانيه ال 1200 جوه دول ثابتين لكن بيتغيروا. نفس الاكزامبل اللي قلت لكم عليه بتاع الفلوس اللي في جيبي، يعني انا دايما بحب ادي اكزامبلز والطالب يبقى فاهم كده، ما يبقاش ايه واخد الامور كلها بحفظ وخلاص، تمام كده. يبقى انا كده قلت ايه فور فوليومز في اللنج. اكيد انتوا هنكتوا، انا هخلص لكم المحاضرة على كده، والمرة الجاية ان شاء الله المحاضرة التانية هنكمل ادي الريزيدوال فوليوم اهو، هنكمل بعد كده الكاباستيز عشان عايز تركيز شوية ان انا اقدر افهمها لكم احسن يعني ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله، او تسمعوني على خير في المحاضرة الجاية،
ويا ريت لو في اي كومنت او حاجه مش فاهمينها عايزين اعيدها تاني تقولوا لي على الفيسبوك، ممكن نعيدها المحاضره التانيه التاليه ان شاء الله. يعني هقول لكم الفوليوم بسرعه تاني، وبعدين ندخل على الكاباسيتيز، وبعد كده نشوف هنكمل ايه تاني باذن الله. يلا نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.